حدود افريقيا ولسه في قلبه هن كمان. احنا كده يا باشا وحط الارطو وحط يا باشا على طول في الجون وكان جون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم في فيديو جديد. معلش يا جدعان كنت والله اعمل لكم رد فعل والله العظيم، بس المكان اللي بسمع فيه الماتش حصل حوار كده في الشاشات يعني وبتاع، فرد الفعل اتكنسل وباص، بس احنا برضو هنحلل الماتش وهنبقى معاكم. علي النعمه انت بتتكلم صح طبعا، ولكن يا جدعان علشان عندنا كلام مهم عن مباراه الاهلي اللي ورانا ديت يا جدعان، والرجاله الرجاله اللي قدرت الناس اللي جت في الملعب، خليك مع الانترو. الاهلي يحجز مقعدا في الدور الثمانية من دوري ابطال افريقيا، وكالعادة رجال الاهلي، شفتوا يا جدعان الجماهير بتعمل ايه يا جدعان لما تجيب 50,000 ولا اكتر من 50,000 كانوا موجودين في الاستاد، زلزلوا الاستاد على الجماهير الهلال السوداني، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات فارس يا زول من غضب المارد الاحمر. وطبعا الاهلي نزل على طول في الشوط الاول بتشكيلة قريبة من الاربعة واحد اربعة واحد، طبعا علشان عندنا خط النص يبقى مظبوط، وزي ما احنا شفنا خط النص كان مظبوط ازاي، خصوصا مروان عطية كان عامل الشوط ولا اروع، وكان عامل مباراة ولا اروع، كان نازل كده ماسك نفسه في خط النص جنبه السولية اللي كان انا عارفين السولية راجع من اصاباته وبتاع، السولية ما كانتش متظبط قد كده. ولكن يا جدعان ماتش الهلال السوداني مع يعني معذرة لكل اخواننا السودانيين والله معذرة وعلى رأسنا من فوق كمان، ولكن الهلال يا جدعان مش برضو من الأهلي. الأهلي بصوا يا جدعان اقول لكم على حاجه، الاهلي احسن فريق في المجموعه بتاعته، حتى احسن من صن داونز، ولكن صن داونز بتلعب كوره سريعه كده وبتباصي وتعمل، بس الاهلي احسن من صن داونز برضو. الاهلي احسن فريق في افريقيا، ما يحصلش فيه اللي حصل ده، وهو دلوقتي بقى ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا، وصعد للدور الثمانيه بمباراه عنوانها الاول وسطرها الاول كده عوده الجماهير الاستاد. شفتوا يا جدعان الجماهير بتعمل ايه؟ شفتوا؟ ما انتوا لو تعرفوا الجماهير دي برضو كانت قطعت تذاكر ازاي، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. ايوة كده، هو ده الاداء، وهو دي هي دي الرجالة حرفيا يعني. والشوط الاول كان يخلص اكتر من كده، كهربا جات له كذا فرصة في الاول كده وضيعها، ولكن كهربا رجع تاني، وطبعا ده بعد الاستلامة العالمية اللي احنا شفناها استلامها كده يا باشا وحط الارطو وحط يا باشا على طول في الجون، وكان جون ولا اروع. كان نفسي صور لكم رد الفعل حرفيا، الناس كانت عاملة ازاي اصلا يا جدعان، ولكن حصل خير. ان تأتي خيرا من ان لا تأتي خالص يعني، فاحنا نيجي بقى بداية فرصة اهي، الفرص اللي بتضيع اهي. السولية برضو فرصة السولية ديت سهلة خالص انه يحطها، ومحمد هاني يا جدعان محمد هاني هيتنيه لحد امتى؟ ما بيعرفش يعمل اوفر، هيتنيه لحد امتى؟ ما بيعرفش يعرض الكوره. يا عم بتعمل كل حاجه حرفيا، ولكن بقى فين بقى دي؟ فين الاوفر بقى يا شيخ؟ اعملها زي صبر الرحيل والله العظيم، مش هنقول لك حاجه يعني. امشي انا امشي غور امشي يا زي. لكن محمد هاني كالراجل برضو، كل اللعيبه لعبت باتم وجه الا واحد. بص يا جدعان مع احترامي لكل اللعيبه، احنا دلوقتي بنحلل الماتش، ولكن قفشه كان خارج الماتش خالص، هو احمد عبد القادر. انا بالنسبه لي قفشه واحمد عبد القادر دلوقتي الاثنين يقعدوا دكه وينزلوا في الشوط الثاني، خصوصا احمد عبد القادر في الشوط الثاني بينزل يا باشا يديك الكره اللي انت عايزها، بينزل بيخوف اصلا لاي اي منافس بينزل قدامه، هو بيخوفه اصلا لانه لاعب مهاري، ياخد واحد اثنين في الثالث ويحط على طول، ولكن ما يبداش من اول الماتش. احمد عبد القادر مش لعيب بدايه الماتش ابدا ابدا. شفتوا حسين الشحات بقى؟ حسين الشحات يا جدعان شابوه لحسين الشحات، وطبعا بنعزي وبنقول لكابتن حسين الشحات البقاء لله في وفاه والده، وطبعا يا جدعان عمل اللي عليه وزياده. حسين الشحات نزل الشوط الثاني قلب الماتش كله، نينجا قلب الماتش كله، اول ما نزل على طول جات له الكره من بيرسي تاو، اللي انا بعد برضه من نجوم المباراه، لان بيرسي تاو كان بيعرف يخلق الفرص من هنا ومن هنا ومن هنا، وبيرسي تاو كان في كل حته في الملعب حرفيا، عارف اجواء افريقيا. وكولر برضه في تفكير في الملعب يا جدعان، في تفكير انك تلعب 4-1-4-1 او 4-2-3-1 وتظبط خط النص كده، مروان عطيه وجنبك احمد عبد القادر وقفشه، وتملى خط النص وتظبطه، لان يا جدعان بالنسبه للماتشات ديت هي اللي بيحسمها خط النص، لان خط النص بيبقى في ظهره على طول. السوليه لو خدت بالك مروان عطيه هو اللي بيزيد في خط النص كده، وعمرو السوليه كان بيبقى ليبرو ورا مع الرجاله، مع عبد المنعم بقى ورامي ربيعه والرجاله اللي كانوا ورا، خمس مدافعين او يعتبر خمسه، فاحنا فعلا ظابطين خط النص، متحكمين في رتم خط النص، نعرف نمسك كوره وبنعمل كل حاجه حرفيا في الماتش ولا الاروع ده، لان حرفيا يا جدعان الماتش
احنا اللي صعبناه على نفسنا. احنا بقى انا بتكلم كمصريين دلوقتي، ولا اهلاوي ولا زملكاوي. الزملكاوي كان بيشجع مع الاهلاوي علشان خلاص يبقى لينا ممثل من مصر في افريقيا ويروح النهائي كده على طول. هنشوف بقى قرعه دوري ابطال افريقيا هتجيب ايه. ولكن يا جدعان حرفيا حسين الشحات، شفتوا الجون التاني عمل فيه ايه؟ استلم الكوره ورقص التاني وحطها على طول. يا جدعان حسين الشحات حرفيا من نجوم نجم الماتش، نزل كسبنا. انت محتاج 3 اجوان او 1-0 عشان تكسب. تخيل هما كان جابوا جون واحد بس وانت 2-1، تعمل ايه؟ كان الماتش حرفيا خلص للهلال السوداني. طبعا يا جدعان برضو انا في حاجة ضايقتني كده في خط النص، يعني حرفيا يعني زي ما احنا قلنا في موضوع محمد مجدي قفشة ده كده، مع احترامي برضو لمحمد مجدي قفشة، بس يا جدعان في صنع اللعب، صنع اللعب عموما زي يعني حتى لوكا مودريتش هو مش صانع لعب، بس بيعمل ايه؟ بصة كده اسكان للملعب، بيعمل اسكان للملعب. انا ما شفتش كده من محمد مجدي قفشة، ما شفتش الاسكان ده خالص من محمد مجدي قفش، ما شفتش ده خالص يا جدع. انها المخدرات يا جدع. والله العظيم قفشه كويس، بس لما يرجع لمستواه ويلعب ويبص للملعب كذا 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 عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان يطلع من رجله كور تليق بصانع لعب النادي الاهلي المفروض. يعني شوفوا صالح جمعه، شوف صالح جمعه اللي بهدل نفسه وبهدل نفسه خالص، يعني وكان زمانه احرف لعيب في مصر. هو كده كان بيعمل اسكان للملعب، يباصي الباصه يا جدعان ايه ده؟ ولا صانع لعب ولا جناح شمال ولا ايه يا جدعان؟ احمد عبد القادر في الجناح الشمال كان بقى مفيش. فالاتنين دول حرفيا زي ما انا قلت لما طلعوا من الملعب، الملعب فاق. الشحات اللي هو مش بلاي ميكر نزل عمل قلبان في الماتش. بيرسي تاو اللي هو مش بلاي ميكر وتحس ان رجله كده، تحس ان هو بيجري هيقع، برضه يا جدعان كان بيعمل اسكان ولعب كره حسين الشحات. يا جدعان كده طفح الكيل حرفيا. يعني اتأخرت كتير يا حبيبي. انتوا يا جدعان شفتوا ان انا بدافع عن محمد شريف ازاي؟ ولكن يا جدعان خلاص، يا اما نجيب بقى منافس ليه هو كمان في الهجوم علشان يرجع محمد شريف اللي كان في ماتش نهضة البركان بيحط جون، هو الجون اهو مثلا وحطه كده. يا جدعان لازم بقى نرجع لمهاجم نادي الاهلي صح وبلاي ميكر النادي الاهلي صح، اللي هو كان فايق وجاي من بيراميدز وجاي من NBA. يا اما خلاص كفايه كده عليهم مع النادي الاهلي، وشكرا على القضيه وشكرا على الاهداف الجميله وخلاص، لان النادي لازم يتطور والنادي لازم يروح علشان اللي جاي صعب. اللي جاي صعب على النادي الاهلي، لسه في دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وحوارات كبيره كده، فلازم بقى يجيبوا ناس تليق بالنادي الاهلي. مع احترامي لكل الجميع، ولكن انا بقول اللي انا شايفه في الماتش، يعني مع احترامي لكل الجميع طبعا. يعني جدعان شابو للنادي الاهلي، وسقفه كده يا جدعان للراجل المحترم اللي ورا ده كده، لانه حرفيا حسين الشحات لما يبقى فايق وفي مستواه بيبقى حرفيا نينجا، ويبقى احسن من اي جناح في الدوري المصري واحسن من اي جناح في افريقيا حرفيا. يعني فيا جدعان الاهلي الى الدور الثمانية، ده كان اهم حاجة النهاردة. بعد اذنكم علشان ما عملتش رد الفعل، ولكن ده اللي حصل في هناك في الكافيه اللي انا كنت بسمعه. حتى اهو يا جدعان الله اوريكم، انا جاي اهو الخروج اهو، جاي لبس خروج اهو. يا جدعان نمس على برشلونة اللي كسبت 4، يعني مش حوارنا احنا، خلينا نفرح بس بالنادي الاهلي. حاطط لكم برشلونة اللي كسبت 4 ورا اهيت. فنفرح بالنادي الاهلي ونشوف بقى الماتشات اللي جايه. هيبقى في نصف نهائي كاس الملك اسبانيا اللي هيبقى ما بين برشلونه وريال مدريد الساعه 9 يوم الاربعاء، وماتش يوم الثلاث بتاع ليفربول وتشيلسي. ليفربول واكل من السيتي 4-1 الصبح. فيا جدعان ده مش موضوعنا كله، اهم حاجه ان بقى في ممثل لمصر في افريقيا، دي اهم حاجه يا جدعان. فبكده اكون خلصت. بس الفيديو ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، توصل الفيديو ده ب 50 لايك، وتروح على تويتر بتاعتي اعمل لي فولو هناك، هتظهر حساباتي عندك اخر الفيديو، واسيبها لكم في لينك الوصف، واستنوني في فيديوهات جديده واجدد. سلام.